عادات وتقاليد تختلف من منطقة إلى أخرى لاستقبال ليلة النصف من رمضان بأجواء إيمانية توارثتها العائلات الجزائرية التي تحرص على أن تكون الليلة فرصة لاجتماع العائلة في أجواء روحانية. كل واحد وعادات التقاليد تاعه، كاين اللي يدير شخشوخة، كاين اللي يدير رشطة، كاين اللي يدير طعام، وكاين اللي عندهم دار يختنوهم، وكاين اللي عندهم دار صغار يصوموهم أول مرة ويديروا لهم خاتم تاع فضه في الماء والمزهر يشربوه له. كل واحد وعادته التقاليد تاعو. من العائله النهار كانت قاعده تتلم العائله هي بنتي صح، يتلموا كامل ويديروا قصره ويقعدوا حتى يدفوا حتى السحور. كلش مام دراري ثاني يقراوا القران، لبسوا لهم الأقميص تقليدي ونجوزوا بالصحة ولهنا. الاحتفاء بليلة منتصف الشهر الكريم هي فرصة أيضا لتجديد روح الشهر بعد مرور أسبوعين بالتدارك والتقرب إلى الله عز وجل والاقتداء برسوله الكريم. هي مناسبة دينية قبل أن تكون مناسباتية حياتية قبل كل شهر، فهناك كانوا من الأجداد ومن الأسلاف من كانوا يحيين هذا الليلة ذكرا وتلاوة وصلاة وقياما إلى غير ذلك من الأعمال الحسنة، منها من الصدقات، منها ومن بعد يجي البولي تاع الأكل لكنينة وشن يبدأ بالصدقات، وهذا هو المهم في ليلة النصف. تعد ليلة النصف من رمضان موعدا روحانيا وفرصة عظيمة لتجديد العادات واستمرارية التقاليد المجتمع الجزائري الأصيل من خلال صور التضامن والكرم والطاعات والعبادات.